لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. لأنه أنا وأنتو بيانين ومن تشرين إلى أبد الآبدين وإلى ما شاء الله ورقصني يا جدع وبصحتكم. يلا خليك صحيان. حاضر. اللي طار. ومليش في الدمع لا لا ولا في الناس الشيالة، كل اللي في قلبه حاجة أول فول يقول ليك ولا من هلأ بتحمل حالك فورا وبتروح بتدور على شغل، وإلا مثل ما أنا بروح بشتغل. حاضر. مساء الخير. سنورة أنا سلامات يا هلا. هاي رورو. هاي دكتور. شو؟ جوزك هون. يلا برجع مرة تانية مشان أسنانك. أوكي دكتور. أنا بستأذن. باي. باي يا دكتور. بدك شي جار؟ سلامتك جار. أهلا وسهلا. بلا تفضل عود معنا. تسلم. إن شاء الله بس تكون برات البيت. إن شاء الله تكون بخير. أهلين الله معك. أحلى زلمة. حبيبي. زلمة. الله معك. مع السلامة. لذيذ لذيذ. تعالوا أقول لك. لا لا خلاص بقى. بعد عد. بعد عنه شو بقى؟ خلص ما راح تزوبة. خلص أنا بعتذر منك سيدي. خلص. وبعدين حاسه ما في بالكره الارضيه غير فرصة ليهرب مني. قلت لك يا سلام
قديش صفية؟ ناهي أنا رايح على الشغل. وين رايح على الشغل والعيادة على العطور؟ كالعادة ظهور غير متوقع. بعديني هيك بدي أطلع أشتغل مع ابن عمي أمين. ليش أنت بتفهم بهالمصلحة؟ إيه أنت مصلحتك ويا دوب. بشكرك بشكرك حبيبتي على الدعم المعنوي العالي. طبعا ما بفهم فيها وما بفهم فيها بنوب، لذلك طالع اشتغل تحت ايد ابن عمي البطنجي شغيل عنده. على هات بلوكه يا ولد وجيب الكريك بسرعه وعبي تركه البطون. بعدي هيك. عماد شبك يعني؟ اقعد معي شوي، شو مالي حصه فيك؟ بلا والهفا له حصه فيني، انا طالع على الهفا. ليش هالحكي هلا؟ ليش؟ لانه بالعاده مثل هالوقت بكون بالشغل وماني مستعد غير هالعاده. ألو. أهلين دكتور، بالعادة مثل هالوقت بتكون جيران. تفضلي على هالشحنة السلبية الجديدة الإضافية من المآسي والأوجاع. سلام سلام. سلام، قصة بطلع من البيت وبخبرك. بخاطرك بخاطرك. مطول؟ لا، بخلص الدوام وبرجع لك، وإذا بدك شيء لا تدقي لي. جيب لك واحد تاني؟ لك ماما مو لأشرب الأولى لتجيب التانية، لا تعذبيني. شان يطيب راسك؟ ما رح يطيب راسي لحتى آخذ بطاري. احترامي سيدة. احترمناك. مشي الحول سيدة. جبتوا الطلبية؟ ونكشت لك عليهم فرشوت نكش. وحييك، برافو عليك، ولك اثني على جهودك الجبارة. اسمع ولا هسع بتروحوا تجيبوا الموقوف. اضوي. بأمر عيونك سيدي. الله عليك الله. وين صرنا؟ إشارة إلى كتابكم رقم. مين فيكم يا زان؟ ليكو. ليكو أنا. زيارة. تعال عندي. حاضر. نعم سيدي. قدامي. حاضر. معلم سيدي. سيدي شو بدك هلا؟ الله يستر عرضك، الله يخلي لك ولادك. لك شو ما بدك انا حاضر. لك شو بقى بدي احاسك عم تشحد؟ روح هلا روح، الدخان ممنوع هون. لك بقعد بلا دخان، بلا اكل وبلا شرب، ما عندي مشكله والله. لك يلعو قلبك لعيت قلبي، شو بدك هلا؟ لك يا سيدي هذا افت الهم اللي اخذه. يستر عرضك لاقوله محل تاني، خذوه يا اخي ما بقى تجيبه لهون. ايوه لاقيله محل تاني، لانه فاتح اوتيل انا هون. لك يا اخ يا سيدي اخ، لو تقعد معه بس ساعة وحدة لك هلكنا سيدي، هلكنا هلكنا، طرشنا طرش. روح هلا روح روح. امشي انت. حاضر. لك من هون من هون قصدي. ولا كلمة بدي اياها. اجي تفضل حول. تعال وقف. حاضر سيدي. ها شوف لي صاحبك الكنغ بين هذول. انا ها
سيدي هذا هو الكينج. سيدي هذا كان سهران عندي، ليش جايبينه؟ ليش جايبينه سيدي؟ ليش جايبينه؟ ما هو من أصحاب السوابق. شو؟ نعم؟ ولي ولي والله وقعت يا يزن. هلا قل لي قل لي وين تعرفت عليه؟ سيدي باللي بالبار سيدي بالبار. بالبار أيوة سكرجي يعني. لا سيدي شو سكرجي؟ لا سيدي أنا الحقيقة كنت روح لهنيك تنفيس. آه تنفيس قلت لي. ها قل لي شوف أنت بتتهم هذا الملقب بالكينغ بالسرقة؟ نعم كل. عفوا سيدي إذا في سرقة أنا اللي لازم أتهمه، يعني مو إذا جار علي الزمن مرة وسرقت بتصيروا تتهموني بكل سرقات البلد. لا عفوا أنا شفته لهذا الرجل بالصدفة بالبار وضيفته وهو حب يرد لي هاي الضيافة رد لي إياها ببيته، وفهمت منه إنه هو بيكره جيرانه وكره العمل. أنا هاي مو مشكلتي، هاي مشكلته. أنا مشكلتي إني انوجدت بالمكان والزمان الغلط كالعادة يا سيدي. طلعت صاحب سوابق؟ البركة بأمثالك. بس شو بدنا نعمل؟ لا يصلح العطار وما أفسده الدهر. سيدي سيدي يخرب بيتك يخرب بيته من حاله. سيدي أنا ما سرقت شيء ومو من أصحاب السوابق أنا يا سيدي. خلص 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 الدلال كلها بتشير على أنه أنت الفاعل. خذوا يلا رجوع النظارة. يلا دامي يلا. معلش بدي انصحك نصيحة يا ابني مشان ما تزعل كتير. هي نصيحة احفظها، الضربة اللي ما بتموتك بتقويك. ما عرفت. شكرا خذوني. الله يوفقك. هاتي البشارة يا نزان. ايه ابنك ما طلع الحرامي، ابنك طلع هو اللي جايب الحرامي على البيت وموفر له المناخ المناسب لحتى يسرق. ايه الحرامي طلع من القصة مثل الشعرة من العجين. لا ابنك علق وعلقنا معه، شو بدي ساوي لك يعني؟ خلاص خلاص روحي بعدين نحكي. روحي. ولي على قامتي على الخبري. ايه استاذ شو الحل هلا؟ ما في حل الا الصلح، لأن وضع ابنك صار معقد. نعم يظهر الطارق صار على العظم يا حبيبي. اخ اخ الظاهر كلياتنا بدنا نصفى على العظم. شرف شرف نلاقي لها حل. قانون مطار. شرف شرف يا كريم لا تزعل. ألو. لك ليش ما عم تردي؟ نايمة ماما نايمة. إيه صارت الساعة 10. شو بدي قوم ساوي؟ روح على الحقلة يعني ولا قوم ساوي فطور لجوزي قبل ما يروح على شغله؟ قلنا لك تعالي. وما قلت لكم ما بدي إجي؟ لك أنت مجنونة شي؟ شو عم تساوي لحالي؟ مو شو عم ساوي بحالي ماما، شو عم ساوي من شانكم. شو عم تساوي لنا؟ عم ساوي لكم قدر وقيمة، لأنه عيب عيب اترك جوزي بهيك محنة. بس يطلع من السجن بتركه. بنت أصل؟ ايه. ولا بقى تحاولوا معي لأنه ما رح تستفيدوا شيء. باي. يخرب بيتها سكرت السماعة بوشي. لا تجيبي لي سيرتها، كل ما بسمع اسمها ضغطي عم برتفع. سلامة ضغطك تقبرني. العمى العمى وصلت معها لهون يطلع جوزها حرامي. شو بدنا نساوي؟ هالبنت تعبتني كتير والشكوى لغير الله مزلي. نزار يا نزار. أمي تعال تقبرني، ما في غيرك زلمة عنا. روح زوره لصغرك وشوف شو لازمه، لأنه أختك ما فينا تأنبز بين الشرطة. ايه بس أمي سلامة عارفك، يعني مو حلو نروح وإيدنا فاضي. ولك أنت طول عمرك بدك تضل هيك مثل المنشار طالع آكل نازل آكل. روح روح هلا بعدين بعطيك مصاري، هذا واجب. يلعن هيك ترباي. ولا تحت الهم يا اخي المواطن. ها ابدا ابدا. وتاكد يا سيد سلام ان احنا ما لح نوفر ولا نقطه عرق.
حتى نرجع كل المسروقات. كثر خيركم وشكرا. كثر خيركم يا حي الله، كثر خيركم. يلا يا ابني. وعليكم السلام. مع السلامة. شو قصدي؟ خير من عمي؟ شو في؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، بس ما تقول انا مش نحس عليك. لا لا، مش نحس. شو بدي اقول لك ولا انت سارق الطابق شيء؟ انا عم نمزح معك، طول بالك يا زلمه، فوت تفضل. هذا مزح هذا؟ وانا مثلك يا حكيم، بس شو بدنا نساوي؟ كبرها بتكبر لك قيه، وصغرها بتصغر. ماني صغران طول الليل وانا قاعد عم سهر فيها. سهران طول الليل وانا قاعد عم صغر فيها ما كانت تصغر معي، وقول لحالي اقعد هيك طلع بمرتي، معقول ارجع اخذ منها مصاري بعد ما سديتها اياهن؟ ما بعرف، حاسس حالي مثل الضايع. لك يا حكيم، اذا الشغله شغله مصاري ما ادور عليها. ابو يزن اتردش عليه. ما بقدر ما ارد عليه، صار له عم يدق لي اكثر من 20 مره. اسا قلبت منافسي. اهلين ابو يزن. لا أماني منيح. خلص خيو، لا رح نقعد ولا شيء، أنا بقعد مع الجماعة وبشاورهم، وشو بيصير معي برد لك خبر. ماشي، مع السلامة. اشرب الأول اللي بتبرو. لك شبك ما تشرب؟ مش جاي على بالي. يزن زيارة. أروى أروى، شوف شو عملوا فيني، ضربوني وظلموني وما عم يطعموني وحطوني بالسجن. يبعت لي حمى عليك. لك مو كله بسببك وسبب افعالك اللي بتقرف. انا شو الله بلاني بواحد مثلك؟ ولك شو الله بلاني بواحد مثلك؟ انا ما عاد اطلع لورا، معلش حياتي، انت علمتني درس طلع من نص احفه لراسي. وعلى فكره انا كثير شمتانه، كثير شمتانه مو شوي، وهلا رايحه لعند المحامي لحتى اطلب الطلاق. والسبب شو؟ علة السجن. يا حرامي حرامي حرامي. اروى ليش الطلاق؟ يا اروى انا بريء، انا بريء. الله يسامحك يا اروى، الله يسامحك، الله يسامحنا جميعا. انت كيفك صهري؟ الله يسلمك. تمام، راح مستقبلي، راح مستقبلي يا نزار. لك هذا ابن الحرام، لك بهدلني وتركني هون بالسجن وراح. لا تكلم صهري، لا تكلم. ليكو ابوك وكل لك احسن محامي بكل البلد، بعدين بابا قال لي انه قل لك انه كل شيء بيبدا كبير وبيصغر. صحيح صحيح يا نزار يا حبيبي، الا انت بديت صغير وراح تضل صغير ان شاء الله. شكرا. كيف اروى؟ بنت اصل. على فكره فاجأتني لما دريت انك مجرم، لحالها راحت على بيتك لحتى توقف جنبك. شو؟ يعني هلا هي لحالها بالبيت؟ ايه. كيف يعني ايه؟ لك لما كنت انا بالبيت ما رجعتوها وما قدرتوا ترجعوها، هلا رجعت؟ خليها تحرات. ما سألتها وما رضيت. ايوه، معناتها حردوا انتوا لعندها. مين؟ انا اختي انا. لك تقبر قلبي، اهلا وسهلا. لك قلين نزارو، ما شاء الله بطلع القبري. بعتنا جوزك يا كلام. ماما كيف تقبريني؟ ما حبيت اتركك لحالك وجوزك بالحبس. يا تقبري قلبي، فوتي فوتي. يلا قلبي يلا. لك ان شاء الله بتقبر قلبي، طالع عريس ان شاء الله يا رب عبالك بفرح فيك. خل تقبرني، هي بتلزم لك كمان. ماشي أيوة. حالك. وهذا والله ما بوشي. لا شو لازمه لي يزن مسيك؟ تعرف شو هذا القميص؟ على اساس كان يزن مضيعه، بس انا كنت مخبيته عنه مشان اعطيك اياه. خل تقبرني. دخيل الله، والله بيتبقى لي الابيض انا. ها لك انا اسمراني بتطلع مثل بربوط باللبنيه، ان شاء الله بتطلع على قبري. خل هذا كمان. هاتي نعمة. والله هي منيحة للنوم، ما بهالشكل. لك شو للنوم؟ هي هالطلعة حلوة كثير. وشو رأيك بالأحمر؟ هاتي يا ابني. لك تقبرني ألف مرة. شو هاد لقيته بقلب الهي؟ معلش أخذه. حطه. لك تسلمي. الله يخليلي إياكي حبيبي يا
معي هاتي العلاقات كمان انه بيلزموك حطهم تقبرني حطهم قولي يلا يلا تطلعي على امي تصرف فيها اللي بدك اياه طالما جوزك ما انا موجود. ايه والله معك حق يا ماما، الوحده مننا مو كل مره بتصح لها هيك فرصه. ايه بس تصرفي بضميرها. ايه اذا انوجد. تعالي تخبريني باي مامي. باي حبيبتي باي. باي. بعديني هيك على مهلك. خذ تقبرني. شو ما بيلزمك، شو ما بدك، بس اعملي لي قلب تلاقيني هون عندك فورا. انت ما تاكل هم ابدا ابدا تقبرني، اذا كنت مو فاضي في مليون واحد جاهز وعندها. سيري قلت له تضرب منك لورشتك، قام قال لي تضرب منك لخطيبتك. انا سمعت لك هيك وانصرعت لك هذيك السرعه، قمت عليه بدي اضربه. فجاه العمال اللي كانوا حوالي بعلمي رفقاتي بعلمي كلهم صاروا عصابه، وكان رح يشتغل طق البوكس وتعلق مشكله لاول ما لاخر. بس بعدين الخوالي شربة تدخل وحلها. بفهم الحكي انك هلا انت عم تنسيني امي؟ عنجد نسيت. شكرا لك. الو مرحبا. اهلين رحمه، بدي اعتذر ما فيني اجي. ليش؟ اجاك تشوف انت الثانيه؟ شو عرفك؟ خلص خلص بعدين بحكيكي. مسكينه بس ما تكون زعلت. اي في داكي. ميرسي. دخلك وبتطول اختك لترجع من سفرتها، بدي اتعرف عليها. أنا مستعجل أكتر منك حتى تتعرفوا على بعض. يا الله يا جيجي ما بتصدقي، هنادي مو بس أختي الكبيرة، هنادي مثل أمي. إيه معناها صار لازم أكيد أتعرف عليها. ان شاء الله. قال انا جاي اعمل لك اياها مفاجاه. افرضي خلقتي. والله احلى مفاجاه. اخ يا عبير بتعرفي اني احيانا بحس. لحظه لحظه يعني مو كثير بحسدك. بعرف. هلا لا تقلبي لنا يا مناحه. طيب خلينا نحكي لكان مع جيجي وهديك الثقيله. ايه دقي له. وين مو. ما فيني اشي، خطيبي اجا مشاني ما فيني اتركه. ولك هلا اذا بتركه بجحش. شو عم تحكي انت؟ طيب عن جد؟ طيب يلا هلا بشوف. ولك اسكتي جاي. يلا روحي باي. يلا باي. هلا بشرابك انا بجحش؟ لا تقبرني انت كبير القدر ولو، بس انا عن جد مضطره اروح. وين تروحي؟ وانا؟ والاكل والعزيمه؟ انت لازم تروح لعند ابن عمك، ما بصير تتركه بهيك ظروف، حرام خطي. لك انت شو انت؟ لك قديشك بنت اصل؟ شايف؟ وانت كمان حاسب وروح لعند ابن عمك، ايه؟ وانا بس خلص بحاكيك. باي. باي. هلا هي اخرتي. انا انسان. شو بيعرفني نسيت. لا ما نسيتي بالله العظيم. حكي لهم كيف حكيتيني على الموبايل. لك حاجه غلاظه والله جيجي بالدلالي. لك دلال شو؟ احيانا بيجي على بالي اسلخه كفين واحطله عند اخته. ولا جيجي كيف فيك تتجوزي هيك واحد نعنوع؟ مثل ما انت بدك تتجوزي واحد حيط. قطع عمرك.
لك يلعوا قلبكم. عبورة قومي غيري اوعيكي بدنا نروح. لوين بدنا نروح؟ جيبكم لعندي منروح منعمل سهرة غير شكل. شو بس جوزي الأفندي بيعمل سهرات وحفلات وبجيب هابوب ودابوب، وأنا كمان بدي أعمل سهرة غير شكل وبدي جيب هابوبة ودابوبة. سهرة؟ إيه سهرة بيجاما نايت. شو يعني؟ يعني سهرة لوش الصبح يا جدبي. إيه لا لك هقوم غير. إيه وعندي بيجامات، لا تجيبي معك وحدة؟ إيه كيف يعني اشرحوا لنا بيجاما نايت شو يعني؟ ما في شيء، بنلبس بيجامات النوم وبنقعد وبنحكي على العالم، مو مننام بنحكي على العالم. والله يا عمي يعني عماد صار معه ظرف طارئ. خير؟ انطفش بسيارة؟ لا مش هو اللي انطفش، يعني بدك تقول معنوياته هي اللي انطفشت. اندهم الدهم، تبعثرت، تدمر تدمير، يعني التخمين تخمين انخرب بيته. شو؟ والله مثل ما خبرتك. وهلق شو بدكن تساوي؟ نحن شو بدنا نساوي؟ انتو الكبار شو بدكن تساوي؟ ليش انتو خليتونا نساوي شي برضانا؟ يا عمي الله يخليك حلو هالمشكلة، أحلى ما يروحوا أولادك الاثنين. ما أنت بتعرف مع النيتوم بيتأثروا ببعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوموا لأمين خلي عبود يحم التراكتور لحقكم. قوم. حاضر. زين عمي ابو عماد، ابنك عماد بيسلم لك كثير كثير كثير، قال بس مشان الدبس تبعتوا لي اياه. عماد انا بحس فيه. طالع طالع قدامك، طالع طالع قدامك يا زلمة. ده يا عماد شو هالمصيبة يا؟ روق روق لو أبو أمين يا زلمة، أنت كيف ساكت هيك؟ مو هيك مو هيك بتورد الإبل، مش حلوة مشان قدرك وقيمتك. شو بك؟ إسا بدي خلي أمين يروحوا لعند الجحش ابن الجحش ويخلع وقتل يكسروا فيها، يجيبوا لهون محمل مطبش. آه حاضر يابا، لكن لسه بس روح لهنيك بودع خطيبتي وبضب اغراضي مشان الحبس وبروح بخلع لك يا قتلي لترتاح. ايوه وبعد ما يخلعوا القتلي بيكون بدنا مصاري مشان عياده عماد، بيصير بدنا مصاري لندفع ديه واحد بده يرمي بلاء على الناس. بيصيرش هيك، العنف والتهور بعقد القضيه. ايه ها عداك العيب يا عمي، هيك الناس الفهماني بتحكي. يعني أنا بفهمش يحكي ولا حيوان؟ يلعنك ويلعن عمك. واخدناش مقبولي خلاص، هسه مش وقت المناقرة، بدنا مصاري مشان عيادة عماد، اللي معي بيكفوش. أنا مش عارف شو بدي أقول لك يا أبو عماد، يعني أنا حاس منك مش معي ولا نقلي. أقول لك خلينا نشوف الكبير. الكبير؟ آه الكبير. يا زلمة كم مرة قلنا لكم مثلم الأعوج؟ خلينا ساكتين إسا. آه بلاها هادي يابا، لك تحكيش هيك، الحيطان إلى ذنين مش أكبر من ذنين. مش حلوة؟ حلوة حلوة. تفضل قبل ما ينام. يلا شو لو شرب شرب وعمل. مش قصدي. اشربوا شاي.
فيها طير؟ الحقيقة يا بي بالكبير يا بغل. يا بي هذا عماد انسرقت عيادته ونحن جايين بدنا قرض. يعني انتوا اسا جايين على اساس اني المصرف العقاري؟ هيك شي حر؟ لا لا يا بي مش القصد يعني. وكيف انسرقت عيادته لهذا البغل؟ ما بعلمي دكتور. هذه يا بي قصة طويلة بنبقى بالسهرة بنحكي لك اياها بعدين. أبي شو مشان القرض؟ محلولي إن شاء الله. اشربوا شاي أبلق بالتلج. يعني إسا ضروري كل ما صار اجتماع قمة جوا يطرونا برا على الدراج هيك؟ إسا بيطلعوا بالقرارات وبيبلغونا إياها تهكلش هم. تعرف لو عبود؟ يعني عبقول إنه يعني جدك مش حلو قعدته لحاله هيك سواش يعني. حقه؟ سكوتوا لأمين. أنت أكثر واحد مبسوط بقعدته لحاله. إذا قصدك إني قاعد معه فأني عم بحميه، وإذا قصدك شي ثاني يا ابن عمي فأني بعتذر عن الجواب. إذا كان هيك خذ له دار لحاله وقعده عندك وحمي على كيفك. قال بده يحمي قال يكون مش عاجبك ولا؟ ولك إذا القاضي راضي أنت شو دخلك؟ تعرف له ابن عمي أنت أذكى واحد عندنا بالعيل. قول والله. إيش أذكى منك إلا حماد جارنا أبو صالح. أني؟ أنت خليك على قدك وفكر بمشكلة خيك وبس، وبلا فلفسي زايدي. مش فلفسي زايدي هي، لا فلفسي زايدي واكل هوا. دير بالك ها، دير بالك امين اني عبود على سنوره ما تغلطش معي. بدي اغلط معك ومع اللي اكبر منك ولا؟ طب انا بدي اغلط. وين بيتي؟ وين بيتي؟ وين خليت بيتي؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.